السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا، وهنتكلم عن ال vessels of the lower limb. وأول vessel معانا هو ال femoral artery. ال femoral artery زي أي واحد من ال arteries، هو ده ال beginning بتاع ال vessels بتاعت ال lower limb. ال beginning بتاعته، قبل ما نتكلم على ال beginning بتاعته، تعالوا نفتكر حاجة كده. بص، كان عندي الأورطة بيجي ينقسم الى 2 كومان ايلياكس على الرايت سايد وعلى الليفت سايد. هاخد واحد منهم وامشي معاه. كان بينقسم الى انترنال ايلياك يدخل البلفس، واكسترنال ايلياك بيعدي على البلفس كده عشان يخرج من البلفس ويعدي تحت الانجواينال ليجامنت. تحت الانجواينال ليجامنت بيتحول الاكسترنال ايلياك ارتري ده كده الى الفيمورال ارتري. يبقى البيجينينج بتاعت الفيمورال ارتري هو كونتينيويشن للاكسترنال ايلياك تحت الانجواينال ليجامنت. تحديدا فين تحت الانجواينال ليجامنت؟ فين بالظبط؟ قال لك تحديدا تحت نقطه اسمها الميد انجواينال بوينت. الميد انجواينال بوينت كانت النقطه المنتصفيه ما بين الانتيرير سوبيرير ايلياك سباين وما بين الابر بارت بتاع السيمفيسس بيوبس. فرق ما بين الميد انجواينال بوينت والميدل بوينت اوف انجواينال ليجامنت. الميدل بوينت اوف انجواينال ليجامنت هي نقطه على منتصف الانجواينال ليجامنت اللي هو بيمتد من الانتيرير سوبيرير اليك سباين والبيوبيك تيوبركل في المنطقه دي كده. فمنتصف المسافه هتبقى تقريبا في المنطقه دي اللي هي تقريبا لاترال للفيمورال ارت. طب الفيمورال ارت نفسه بيعدي فين؟ بيعدي في الميد انجواينال بوينت، يعني نقطه في منتصف الانجواينال ريجون اللي بتمتد من الانتيرير سوبيرير اليك سباين الى السوبيرير سيرفيس اوف ذا سيمفيسس بيوبس. دي البيجيننج بتاعت الفيمورال ارتري ككونتينيويشن للاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري بينزل في الانتيرو كومبارتمنت بتاع الثاي زي ما انت شايف كده. طب بينتهي ازاي؟ قال لك بينتهي بانه يرجع للباك بتاع الثاي. ازاي بيرجع للباك بتاع الثاي؟ تعال نشوف كده ازاي هينتقل من الانتيرو كومبارتمنت الى البوستيرو كومبارتمنت او للباك بتاع الثاي. بص كده، الحاجه الملونه باللون الاخضر قدامنا دي كده، ده الفيمورال ارتري. بدا فعلا اهو تحت الانجواينال ليجامنت في الميد انجواينال بوينت، ونزل في الانتيرو كومبارتمنت بتاع الثاي، وبعد كده بتيجي عضله ضخمه في الميدل كومبارتمنت او في الميديال كومبارتمنت سوري، كان اسمها الادكتور ماجنس. العضله اللي انا ماشي عليها دي كده، الادكتور ماجنس في فتحه فيها كده عند اللور بارت او عند اللور اند بتاعتها اسمها الادكتور هايتس. الادكتور هايتس يعني الفتحه اللي في الادكتور ماجنس ماسل. هايتس يعني فتح. بيعدي خلال الادكتور هايتس عشان يرجع للباك بتاع الفيمر في البوبليتيال ريجون، ويبقى اسمه البوبليتيال ارتري. يبقى هو بدا ازاي؟ تعالى كده نرجع لحظه. هو بدا ازاي؟ هو بدا كونتينيويشن للاكسترنال ايلياك ارتري، حصل وتكون الفيمورال ارتري، وانتهى كبوبليتيال ارتري في الباك بتاع الفيمر في البوبليتيال الفصه. طيب الكورس بتاعه، الكورس بتاع الفيمورال ارتري بيمشي ازاي؟ تعالى نفتكر حاجه كده. كان عندي في الابر بارت بتاع الثاي تريانجولار اريا محدوده بالانجوينال ليجمنت من فوق وبالسرتوريوس من اللاترال سايد وبالادكتور لونجس على الميديال سايد بتاعها. كنا بنسمي التريانجولار اريا دي كنا بنسميها الفيمورال تريانجل منها الانتيير سيرفيس بتاع الفيمر من الابيكس بتاعت الفيمورال تريانجل. وحتى الادكتور هيتس كانت في قناه معموله باللون الاخضر، القناه اللي انا ماشي عليها دي كده، كنا بنسميها الادكتور كانال لانها كانت موجوده على الميديال كومبارتمنت او الادكتور كومبارتمنت في الميديال سبارت بتاع الثاي. بص كده، يبقى انا عندي الارتري اللي هيعمل ايه؟ هيدخل من الفيمورال تريانجل من فوق تحت الانجواينال ليجمنت، يعدي في الفيمورال تريانجل في الابر بارت بتاع الثاي، وبعد كده يجي في اللور بارت بتاعه يدخل داخل الادكتور كانال دي كده عشان ينتهي داخل الادكتور هايتس ويعدي للباك بتاع الفيمر او للبوبليتيال ريجون. يبقى تاني كده، الارتري هيدخل داخل الفيمورال كانال من فوق، ومنها يعدي الادكتور كانال، ومن الادكتور كانال ينتهي عند الادكتور هايتس عشان يدخل للباك بتاع الثاي. تعال نشوف الموضوع ده كده. بص كده،
ده الفيمورال ارتري اللي لونه احمر ده كده، في الابر بارت بتاعه او الابر هاف بتاعه. موجود فين؟ موجود جوه الترينجولار اريا اللي في الابر بارت بتاع الثاي، اللي اسمها الفيمورال ترينجل ده كده، في المنطقه دي كده احنا مكبرينه في المنطقه دي، اللي هو الفيمورال ارتري في الفيمورال ترينجل. بعد كده بيدخل داخل القناه دي كده، اللي هي الادكتور كانال في اللور بارت من الثاي، او اللور ممكن نقول ان احنا الكرسي بتاعه الابر هاف بتاعه موجود داخل الفيمورال تراينجل، واللور هاف بتاعه موجود داخل الادكتور كانال. شويه ريليشنز هقولهم لكم سريعا اللي عايز يعرفهم. الفيمورال ارتري ميديال لوخ داخل الفيمورال تراينجل الفيمورال فين، ولاترال له الفيمورال نيرف، وديب له ايه اللي موجود ديب له؟ موجود له ديب له عده عضلات، منهم الادكتور ماسلز اللي هي الادكتور بريفس والادكتور لونجس، وفي عضله كده كنا احنا خدناها اسمها السواس ميجور. عايز اوريكم بس حاجه في السواس ميجور، بص كده شايف العضله دي؟ دي اسمها السواس ميجور. السواس ميجور بتنزل وتغطي على الهيد اوف ذا فيمر. في المنطقه دي الفيمورال ارتري بيكون داخل سوبرفيشال للسواس ميجور، العضله السواس ميجور في المنطقه دي كده. السواس ميجور بتحجب الفيمورال ارتري قدامها عن الهيد او النيك بتاعه الفيمر وراه، يعني السواس ميجور بتبقى موجوده ما بين الفيمورال ارتري قدام والنيك اوف ذا فيمر ورا. الفيمورال ارتري في منطقه الفيمورال تريانجل بيكون سوبرفيشال، يعني مش متغطي غير بالسكين والفاشيه، فاي ستاب انجري في المنطقه دي كده بتاثر او ممكن تصيب الفيمورال ارتري اللي هو واخد كميه كبيره جدا من البلاد عشان يوصلها للور ليم، فممكن تكون اصابه فيتال لو اصيب الفيمورال ارتري في المنطقه دي، لانه بيكون سوبرفيشال تحت السكين مباشره. برضو في معلومه تانية عايز اقولها، الفيمورال ارتري والفيمورال فين، الفيمورال ارتري بيكون لاترال للفيمورال فين لو انت بتتكلم على منطقه الفيمورال تريانجل، اهو ده الفيمورال ارتري لاترال للفيمورال فين. طب ايه اللي بيحصل لهم داخل الادكتور كانال؟ قال لك بص الفيمورال فين بيرجع ورا الفيمورال ارتري. بص انا الفيمورال ارتري اهو والفيمورال فين ورا، مش ظاهر منه غير حته صغيره بس. بيكون معاهم داخل الادكتور كانال مجموعه من الفينز، فين زي الصافن سوري مجموعه من النيرفز زي الصافينس نيرف مثلا اللي هو واحد من برانشات الفيمورال نيرف بيكون معاهم، ومعاهم برضو النيرف اللي رايح يغذي الفاستس ميدياليس. يعني دي كانت الريليشنز السريعه للارتري اللي عايز يعرفها. طيب السيرفيس اناتومي بتاع الارتري دي حاجه مهمه جدا، عشان اعرف اشوف السيرفيس اناتومي بتاع الفيمورال ارتري لازم اعمل 3 حركات بالثاي، اعمل لها فليكشن يعني ارفعها لفوق شويه تحس ان الانجل دي سيمي فليكسد شويه، واعمل لها ابدكشن يعني ابعد رجلي لبره شويه، واعمل لها لاترال روتيشن عشان ابين الميديال سيرفيس بتاعها اللي انا احدد عليه السيرفيس اناتومي. يبقى انا هعمل 3 حركات بالثاي، فليكشن يعني هقلل الزاويه دي كده هرفع رجلي لفوق شويه، اعمل لها فليكشن، فليكشن للانجل دي، فليكشن لمنطقه الهيب جوينت، وهعمل ابدكشن يعني هبعد رجلي اللي انا هعمل لها سيرفيس اناتومي لبره شويه، وهعمل لاترال روتيشن للثاي. ليه اعمل لاترال روتيشن؟ عشان ابين الميديال سيرفيس بتاع الثاي اللي هقدر احدد عليه السيرفيس اناتومي. السيرفيس اناتومي هيتحدد ازاي؟ قالك هتاخد لاين، اللاين ده بيمتد ما بين نقطتين، النقطه الاولى نقطه الميد انجواينال بوينت. ازاي احدد الميد انجواينال بوينت؟ اكيد انت تقدر تحدد الانتير سوبيريور اليك سباين، دي بتبقى منطقه مرتفعه من البلفس، لما تيجي تحط ايدك كده على جنبك هتلاقي في حته مرتفعه كده في الامام اسمها الانتير سوبيريور اليك سباين. خد خط منها للسيمفيسيس بيوبس اللي هي منطقه منتصف العانه مباشره، المنطقه او النقطه اللي ما بين الانتير سوبيريور اليك سباين وما بين السيمفيسيس بيوبس بنسميها الميد انجواينال بوينت. شد خط من الميد انجواينال بوينت لتيوبيركل، بتبقى ظاهره جدا لما تعمل لاترال روتيشن للفيمر، بتبقى ظاهره جدا عند الميديال كوندايل بتاعها. اسم التيوبركل دي اسمها الادكتور تيوبركل، كانت بتمسك فيها الادكتور ماجنس لو انتوا فاكرين يعني. يبقى انا عندي لاين هشده من الميد انجواينال بوينت للادكتور تيوبركل اللي موجوده على الميديال كوندايل بتاع الفيمر. الابر تو ثيرد اللي هو التلتين العلويين من الخط ده بيمثلوا السيرفيس اناتومي بتاع
الفيمورال ارتري. يعني بعد ما انا حددت السيرفس اناتومي وخدت اللاين من الميد انجواينال بوينت للادكتور تيوبركل، هقسم الخط ده الى تلت سفلي وتلتين علويين. التلتين العلويين دول بيمثلوا السيرفس اناتومي للفيمورال ارتري. تعال بقى نشوف برانشات الفيمورال ارتري. اولا الفيمورال ارتري في له مجموعتين من البرانشز، سوبرفيشال برانشز يعني رايحه لجزء من السوبرفيشال ارياز في السكن، وديب برانشز يبقى كده تكون داخله جوه ما بين العضلات او رايحه للمفاصل. تعال نشوف السوبرفيشال برانشز وهم ثلاثة. بص كده، واحد اتنين تلاتة. تعال نعرف اسم كل واحد منهم ورايح فين. اول واحد منهم البرانش ده كده اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندال. سوبرفيشال بما انه من السوبرفيشال برانشز، اكسترنال يبقى اكيد هيكون في واحد انترنال، بيودندال يبقى رايح ناحيه الجينيتاليا. عرفنا ان قبل كده اي حاجه فيها كلمه بيودندال يبقى رايح ناحيه البرانيوم او الجينيتاليا. السوبرفيشال اكسترنال بيودندال بيمشي تحت الانجواينال ليجامنت عشان يروح للاكسترنال جينيتاليا ويغذيها منطقه الجينيتال اورجانز. طيب تاني ارتري اسمه السوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك. سوبرفيشال لانه من السوبرفيشال جروب زي اخوه السوبرفيشال اكسترنال بيودندال. سيركمفليكس يبقى اكيد هيدور، هيدور فين؟ هيدور حوالين الالياك بون، هيطلع يوصل للانتير سوبيريور الياك سباين، ومنها هيدور كانه دائري كده رايح ناحيه الالياك بون. تاني ارتري معانا هو السوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك ارتري، بيمشي تحت الانجواينال ليجامنت عشان يوصل للانتيريور سوبيريور الياك سباين او الالياك بون والالياك كريست. تالت برانش من السوبرفيشال برانشز هو السوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري، ده طالع بيعدي فوق الانجواينال ليجامنت عشان يوصل للابدومن، تحديدا متجه ناحيه الامبلايكس او السر. يبقى التلات برانشات السوبرفيشال من الفيمورال ارتري، البرانش ده كده اللي اسمه السوبرفيشال اكسترنال بيودندال ارتري اللي رايح للاكسترنال جينيتاليا. وافتكر بما انه اكسترنال في ارتري تاني هيبقى انترنال. تاني ارتري معانا هو السوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك ارتري اللي هو رايح للانتير سوبيريور الياك سباين، والبرانش التالت هو السوبرفيشال ايبيجاستريك اللي رايح ناحيه الامبليكس. دول التلاته السوبرفيشال برانشز. امال ايه الديب برانشز للارتري؟ تعال كده نشوف. بص كده للصورة دي رسمة كروكي كده للبرانشز كلها. نفتكر التلاتة سوبرفيشال برانشز، السوبرفيشال اكسترنال بيودندال اللي رايح للجينيتاليا، والسوبرفيشال ايبيجاستريك اللي رايح للامبليكس وطالع للابدومينال ريجون، والسوبرفيشال سيركمفليكس ايليك اللي رايح للانتيريور سوبيريور ايليك سباين. طب الديب برانشز، الديب برانشز واول واحد منهم هو برانش سهل جدا. كنت بقول ان عندي في السوبرفيشال برانشز برانش اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندال، في الديب برانشز هيبقى في ديب اكسترنال بيودندال واكيد رايح برضه للجينيتاليا. ده اول واحد من الديب برانشز. تاني واحد من الديب برانشز ويعتبر اهم برانش من برانشات الارتري اسمه البروفاندا فيموريز ارتري او الديب ارتري اوف ذا فيمر او الديب ارتري اوف ذا ثاي. بروفاندا يعني ديب، وفيموريز جاي من الفيمر او الثاي. ده الديب ارتري بتاع الثاي ويعتبر هو المين بلاد سبلاي لمنطقه الثاي، وهنعرف ليه. في عندي برانشات تانية زي الماسكولار برانشز اللي بتغذي مجموعه المسلز اللي موجوده حوالين الارتري، واخر برانش اسمه الديسندنج جينيكولار ارتري. ديسندنج جينيكولار، الجينيكولار جاي من كلمه جوينت، فديسندنج جينيكولار يعني نازل للجوينت اللي هو اكيد هيكون منطقه الني. يبقى تعالى كده نفتكر كل البرانشز تاني كده. السوبرفيشال برانشز، سوبرفيشال اكسترنال بيودندال اللي رايح للاكسترنال جينيتاليا وبيعدي تحت الانجواينال ليجامنت او اللور بارت من الانجواينال ليجامنت. السوبرفيشال ابيجاستريك بيعدي فوق الانجواينال ليجامنت ورايح للامبلايكس. السيركمفليكس ايلياك او السوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك ارتري رايح للانتيريور سوبيريور ايلياك سباين وبيعدي تحت الابر بارت او اللاترال بارت من الانجواينال ليجامنت. الديب برانشز، الديب اكسترنال بيودندال بيصاحب اخوه السوبرفيشال اكسترنال بيودندال عشان يوصل لمنطقه الجينيتاليا. الديسندنج جينيكولار برانش اللي هو نازل من اللور بارت بتاع الفيمورال ارتري اللي عايز يزود، هو بينشا منه داخل الادكتور كانال. كنت بقول لك ان الفيمورال ارتري
الابر بارت بتاعه بيطلع داخل او بيكون موجود داخل الفيمورال تريانجل، واللور بارت بيمشي داخل الادكتور كانال، وهو داخل الادكتور كانال بيدي الديسندنج جينيكولار ارتري. اخر برانش من برانشاته هو البروفاندا فيموريز ارتري، اخر واحد من الديب برانشز، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. اخر برانش معانا بقى هو الماسكولار برانشز اللي بتغذي العضلات اللي حواليه. تعال نشوف بقى البروفاندا فيموريز ارتري ده ونتكلم عنه سريعا كده. البروفاندا فيموريز ارتري، بص كده، ده كده اسمه البروفاندا فيموريز ارتري، ده بنشوفه من الانتيريور سيرفيس، وده من البوستيريور سيرفيس، ده الباك بتاع الفيمر، ودي عضلة اسمها الادكتور لونجس، وده البروفاندا فيموريز ارتري اهو طالع من الفيمورال ارتري. البروفاندا فيموريز ارتري بيطلع من الفيمورال ارتري تحديدا من الباك بتاعه، تحس انه ظاهر من الباك اكتر، ومن اللاترال سيرفيس تحس ان هو طالع من الباك ولاترالي شوي، مش ماشي ميديال ولا على الباك مباشرة مخفي بالفيمورال ارتري، لا هو بيطلع من الباك ومن اللاترال سيرفيس بتاع الارتري تحديدا تحت الانجوينال ليجامنت بحوالي 1.5 انش 2 انش، يعني 1.5 انش 2 انش على حسب اختلاف الكتب. الفيمورال ارتري نفسه كان بيمشي في الانتيرير كومبارتمنت، لكن البروفاندا فيموريز ارتري بيمشي على الميديال سايد بتاع الفيمر في الميديال كومبارتمنت، وبيفصله عن الفيمورال ارتري ابوه اللي قدام ده كده عضله اسمها الادكتور لونجس، زي ما انت شايف كده قدامها الفيمورال ارتري قدام هناك اهو، والبروفاندا فيموريز ارتري ماشي وراه. برانشات البروفاندا فيموريز ارتري الحقيقه هما ثلاث انواع من البرانشات، مش هقول ثلاث برانشات. اول برانش منهم اسمه اللاترال سيركمفليكس فيمورال، اللاترال سيركمفليكس فيمورال زي ما انت شايف كده بيطلع مباشره من البروفاندا فيموريز، اول ما بيطلع بينقسم الى ثلاثه ديفيجنز او ثلاثه برانشز. اول واحد منهم اسمه الاسندنج ديفيجن او الاسندنج برانش، طالع اهو عند النيك بتاعه الفيمر وهيكمل لحد ما يوصل للانتيرو سوبيريور الاكسباين. descending branch او descending division، وده هينزل للني كجينيكولار برانش عشان يشارك في الانستوموزيس اللي حوالين الني جوينت. وترانسفيرس برانش، وده هيمشي عشان يقابل برانش اخر هيجيله من الناحيه التانية ويعملوا انستوموزيس حوالين المنطقه دي في الفيمر. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول برانش من برانشات البروفاندا فيموريز، وهو lateral circumflex femoral artery، ascending division و descending division و transverse branch. طيب تاني برانش بتاعه قالك بما ان في lateral circumflex يبقى كده هيطلع medial circumflex اللي انا ماشي اللي ظاهر منه جزء صغير قدامي. الميديال circumflex هيطلع عدة branches، اولهم الترانسفيرس برانش اللي هيقابل الترانسفيرس برانش بتاع اللاترال سيركمفليكس فيمورال عشان يعملوا انستوموزيس في المنطقه دي كده، واكيد هيدي برانش يروح ناحيه الاسيتابيولم. بص كده في برانش صغير هنا اهو، تعالوا نكبر عليه شويه، ايوه بص كده هيدي برانش رايح ناحيه الاسيتابيولم، برانش رايح ناحيه النيك بتاعه الفيمر، برانش يطلع الانتيرو سوبيريو اليك سباين. كل دي برانشات اخرى بس اهمهم الترانسفيرس برانش اللي هيشارك في انستوموزيس مع الترانسفيرس برانش بتاع اللاترال سيركمفليكس فيمورال. يبقى كده احنا خدنا اتنين من البرانشات بتوع البروفاندا فيموريز، وهما اللاترال سيركمفليكس فيمورال والميديال سيركمفليكس فيمورال. اخر مجموعه من البرانشات مجموعه اسمها البيرفوريتنج برانشز. بص كده الارتري هو نازل بيبدا يدي مجموعه من البرانشز، تحديدا 3 بيرفوريتنج برانشز، 1 2 3، 1 2 3، وبينتهي الارتري نفسه كالبرفوريتنج برانش رقم 4، يعني هو بيدي 1 2 3 بيرفوريتنج برانشز وبينتهي هو كالبرفوريتنج برانش رقم 4. بيرفوريتنج يعني برانشز مخترقه، هتخترق ايه؟ اكيد هتخترق عضلات موجوده في المنطقه دي عشان ترجع للباك بتاع الفيمر عشان تشارك في الانستوموزيس على الباك اوف ذا فيمر. هتخترق ايه العضلات اللي موجوده هنا؟ تعال نشوف مع بعض. بص معايا كده للصوره دي، دي الثاي من الانتيريور سيرفيس ودي الثاي من البوستيريور سيرفيس، ده الفيمورال ارتري والصغير اللي وراه ده كده البروفاندا فيموريز ارتري. تعالوا نكبر عليه. البروفاندا فيموريز ارتري لما بيدي برانش بيدي اخر برانشات من برانشاته
وهي البرفوريتنج برانشز. البرفوريتنج برانشز بيخترقوا العضلات اللي موجودين هنا عشان يظهروا لي على الباك بتاع الثاي. بص كده، ده الفيرست برفوريتنج، السكند برفوريتنج، الثيرد برفوريتنج، والفورث برفوريتنج برانش، عشان يوصلوا للباك بتاع الثاي عشان يشاركوا في الاناستوموزيس اللي موجود على الباك بتاع الفيمر. يعني هما كانوا هنا في الانتيريور وظهروا في البوستير. ازاي يظهروا في البوستير سيرفيس او يظهروا في البوستير كومبارتمنت؟ عن طريق ان هما يخترقوا العضلات اللي موجوده في الميديال كومبارتمنت. ايه هي تحديدا؟ اولا العضله الضخمه الكبيره اللي موجوده في البوستير سيرفيس بتاع البوستير بتاع الميديال كومبارتمنت، وهي الادكتور ماجنس، العضله اللي هما اخترقوها دي كلها. هتلاحظ ان البورفيريتنج برانشز اخترقوا العضله عن طريق فتحات خاصه بهم، بينما الفيمورال ارتري الاب الاكبر اخترقها عن طريق فتحه اكبر وهي الادكتور هيتس. مش بس بيخترقوا الادكتور ماجنس، دول بيخترقوا عضلات اخرى زي الادكتور بريفيس. العضله دي كده اسمها الادكتور بريفيس. الفيرست والسكند بيرفوريتنج برانشز بيخترقوها، ثم يخترقوا الادكتور ماجنس اللي موجوده وراها عشان يوصلوا للباك بتاع الفيمر. كده اتكلمت سريعا عن معظم البرانشات بتاعه الفيمورال ارتري وبرانشات البروفاندا فيموريز. اخر معلومه عايز اقولها ان السكند بيرفوريتنج برانش، هتلاحظ ان هو مدي برانش كده خفيف، البرانش الخفيف ده كده الصغير ده كده، ده نيوتريانت برانش، البرانش اللي بيغذي العظمه اللي هي الفيمر. نيوتريانت برانش راح يغذي الفيمر في حد ذاتها. بكده انا خلصت الفيديو ده، اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.